السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف تكنو سي اي 6 اصدار الاندرويد 7. هنحتاج في الطريقة ديت كارت ميموري، وهنحمل التطبيق اسفل الفيديو وننقله على كارت الميموري ونتابع الفيديو. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، بيظهر لنا اشعار من الجهاز اننا لازم نسجل حساب جوجل. بنضغط على اي مكان مخصص للكتابة علشان تظهر لنا لوحة المفاتيح الزورية. بنضغط على رمز التيشيرت. اعلى يمين الشاشة بنضغط على ايقونة الصندوق، وعن طريق التبويبات فوق بنختار خط. بيظهر لنا مربعين لونهم ابيض، بيظهر لنا مربعين لونهم ابيض، واحد متحدد عليه بالازرق والتاني لا. بنضغط على اللي مش متحدد عليه بالأزرق، وبعدين بنضغط على أيقونة المشاركة. بنضغط على الثلاث نقط أسفل الفيسبوك، وبعدين بنضغط على تطبيق الجيميل ضغطة مطولة. بنسحب الشاشة من اليمين لليسار، بيظهر لنا الإعدادات. بننزل تحت شوية وبنختار التخزين. بنركب الميموري في التليفون، وبعدين بنثبت تطبيق FRB VN ROM اللي احنا حملناه من اسفل الفيديو. الاعدادات، بنفعل خيار مصادر غير معروفة، بنضغط موافق، بنرجع خطوة للخلف، وبعدين بنضغط على تطبيق FRB VN ROM مرة تانية. بنضغط التالي، تثبيت. بنضغط تم. لو سحبنا من يمين ليسار الشاشة واحنا في مدير الملفات او داخل ملفات الجهاز، مش هيظهر لنا الضبط الخاص بالجهاز، علشان كده احنا هنرجع خطوتين للخلف. نبقى على صفحة التخزين، وبعدين نسحب من يمين ليسار التليفون، هتظهر لنا الاعدادات. بنخش على الحماية، وبعدين بندخل على مشرفو الجهاز. مشرف العثور على جهازي مفعل جنب منه علامة صح، ومشرف مدير جهاز الاندرويد غير مفعل. احنا هنعكسها، هنعطل مشرف العثور على جهازي وبعدين نفعل مشرف مدير جهاز الاندرويد. وبعدين هنرجع للاعدادات تاني. بندخل على التطبيقات، بندور على تطبيق خدمات جوجل بلاي. بنضغط على تعطيل التطبيق. بنرجع خطوة للخلف، وبندور على تطبيق جوجل كروم. بنضغط تعطيل، وبعدين تعطيل التطبيق. بنرجع للإعدادات تاني. بندخل على الحسابات، وبعدين إضافة حساب. بنضغط على جوجل، في الصفحة ديت نقدر نسجل دخول لحساب جوجل. لو ما عندناش حساب نقدر نعمل حساب على أي جهاز تاني وبعدين نسجل دخول بيه على الصفحة ديت. وافق.
بعد تسجيل الدخول للحساب هتوصل لنا الإشعار اللي تحت ده. هنرجع خطوة للخلف وبعدين ندخل على التطبيقات. جميع التطبيقات قصادها سهم نازل لتحت بنضغط عليه وبعدين بنختار التطبيقات التي تم تعطيلها. بنلاقي تطبيق خدمات جوجل بلاي وتطبيق جوجل كروم. بندخل على تطبيق خدمات جوجل بلاي بنعمله تمكين. بنرجع خطوة للخلف بندخل على خدمات جوجل كروم بنعمله تمكين وبنرجع خطوة للخلف نتأكد ان مفيش تطبيقات تانية. بعد ما نتأكد ان مفيش تطبيقات تانية بنعمل اعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط على البدء تخطي الإعداد كجديد إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب. بنضغط على التالي تخطي على أي حال الإعداد لاحقا. بنختار البلد بنضغط التالي 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 التالي. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر التطبيق اللي احنا نزلناه وثبتناه. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات مش بتطلب مننا حساب جوجل. بندخل على الإعدادات بننزل تحت خالص وبعدين بندخل على نسخ احتياطي وإعادة التعيين. بندخل على استعادة بيانات المصنع وبعدين إعادة تعيين الهاتف مسح كل شيء. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل.
بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة ونضغط البدء، تخطي الإعداد كجديد، عدم استخدام أي شبكة، متابعة، التالي، 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 تخطي، تخطي على أي حال، الإعداد لاحقا، بنختار البلد، بنضغط التالي، 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 التالي. بكده الفيديو يكون انتهى. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.